بسم الله الرحمن الرحيم. سر موقع إسلامينو أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات ربي وسلامه عليه. أيها الأفاضل، أوصيكم وأوصي نفسي قبلكم بتقوى الله، فهي وصية الله للأولين والآخرين، وهي النجاة في الدنيا والأخرى، حيث أمرنا في كتابه الحكيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أجارني وأحبتي من النار. أيها الإخوة الكرام، آفات هذا الزمان وأمراض هذا العصر كثيرة جدا لا تحصى، فمنها ما هو على الأبدان، ومنها ما هو على القلوب والأديان، والآخر أشد فتكا وخطرا. أيها الإخوة الكرام، من هذه الآفات وتلك الأمراض مرض خطير جدا يجعل الإنسان يكون في درجة أصم وأبكم وأعمى من الجمادات. هذا المرض لا يسلم منه إلا ما قل ونذر من الصالحين المخلصين. ترى ما هو هذا المرض وما هي أعراضه؟ أنت عيش يثمقش الزمان الأمراض من الفيتان ذني أمراض نار ريمث ذني أمراض تيرمور ذي الدين إنين قولا يكتاس قلني يمزوا. إذن كل مرض أي رهرش غسل أعراض النص شك مرات الوحد غاضبي ثني ذا سيت قسيوز الجيف تزرني وانزان سوامان في تسترو إخسان تقسن ومن يعنى ضار واحد في شو سميد. إذن نسوخج المرض أنخزال أعراض النص، ثم أنخزا يخفلنا ماذا ينغشاز الأعراض، ماذا يشت، ماذا يثنين، ما قينت ذي مرة. إذن ما رقينت ذينا نغذيش نشت زيتنا إخسان الإنسان ذي راجع في النس أذي حاسب في النس أذي يوزو الدواء إثينا. أعراض هذا المرض الأعراض من تعنان نره رشخ السور، أعين لا تدمع في الطوين والترنت، وقلوب لا تخشع ورون وخشعن، وأبدان لا تشكر الرمث وتشكى الله عز وجل. يقرأ الواحد منا صفحات تلو الصفحات من كتاب الله عز وجل، فلا تجده يقف وقفة تنهمر من عينه دمعة أو دمعات، خشية من كلام الله وبليغ خطابه. قد نرى مشاهد تهز الجبال الراسيات، ثم نحن بعد ذلك نمر ضاحكين غير مبالين ولا مستشعرين. أليس هذا مرضا خطيرا؟ أليس هذا وجعا فتاكا؟ بلى يا عباد الله، إنه إن استمر بعبد من عباد الله ضيع عليه دنياه وآخرته. رهرشة ما ريستمر ما ريقم ذي بنادم
الدياعس الدنيا نص الاخيره رهرش من يعيا نسواخ قسوه القلوب وراون جمذن وراون موهن تيخان السور رهرش وني اللي غيقيم وني ما رقيم كيكي عطاكيك هذا شي ضيع الدنيا نش في الاخيره نش. ايها الاخوه الكرام، ان كتاب الله عز وجل لو انزل على صخر اصم لتفتت ذلك الصخر من خشيه الله، لكن قلوبنا جامده. الله عز وجل يقول: لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله، وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ونحن كثيرا ما نقرا مرة نقى إذا وقعت الواقعة نتخس ولكتني وانتسنشم تخستيني نقى إذا السماء انشقت ولكتني وانتسنشم تخستيني إذا السماء انفطرت نقى أخ مني ثقاشا القصة بل القصة أخ مني ثقات فهم ذس. كل هذه الآيات الكونية وهذه المشاهد الغيبية التي سنراها نتلوها ونسمعها كثيرا ومع ذلك لا تتحرك القلوب لها ولا تتخيل شيئا ولو قليلا منها، فعسى أن لا تكون قلوبنا ممن قال فيهم عز وجل ثم قست قلوبهم من بعد ذلك. الإنسان يقى نقى أتعزم القرآن أتغار الله عز وجل يستورك جهنم يقرش يوم نقول لجهنم هل امتلأت تعرض خس جهنم ثقروان ثقرس هل من مزيد. جهنم وطعمة الجنث وطعمة واني غيثن الجنث ذيذف واني غيثن ثم ستيذ ولكن نخمين قا يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وخطبومه ينشي حسين دا ذني ملائكة سمم شقين ولو يا الرحمة للناس صفة الملائكة لا يعصون الله ويفعلون ما يؤمرون شتين دا يجني عند 10 مليون غاس كيف كيف ولو شتين عند عند انت يوسس الأمر ذي عند ذي عند شتين عند ذي ثاني تنعتو خاس الآية وانتنو بلوان سنقع من تخزتيني. أيها الإخوة الكرام، إن آيات الله تتجلى علينا كل صباح، فهل من وقفة تأمل؟ آيات الله تتجلى علينا كل مساء، فهل من وقفة تدبر؟ آيات الله تتجلى علينا كل يوم، فهل من وقفة هيبة واستشعار؟ آيات الله تتجلى علينا كل صباح ومساء وكل يوم، فما لهذه القلوب لا تتغير؟ ما لهذه القلوب لا تتحرك سويداؤها؟ لا تتحرك مشاعرها؟ إذن يثمى إننا مرضى نهرش ورون جمذن ورون واتحسن ورون غاصن جن الحاجز جارس عندك الله عز وجل جارس عندك كلام الله. إذن إننا مصابون. قدمت شويه الاخوه الله يجازيكم بخير الجمعيه مثلهم الله يجازيكم بخير زدتي وغزات. إذن ايها الاخوه اننا مرضى اننا مصابون، فهلما لننظر هذا المرض وهلما لنتدبر احوالنا، فان احوج انسان الى العلاج من عرف داء نفسه وعرف دواءها لزمه المبادره في علاجها. والنس ندهرش النس يسمين زهرش نناد الأعراض خزامش حذيك مذيكشت مذيك ثنين مقين ثلاثة. إذن ورخ مني تيري جميل يعني أي شيء أهيك أي معصية تسز التمزوات هذه القسوة المبال البالغة القسوية القسوية غنغقور يعني تبالغ غينا تتجلى بعض أعراضها يوم نرى جنازة في الطريق تعدت تخنغ الجنازة في الطريق فيلتفت الإنسان ناظرا إليها أتخزد الجنازة هذو جزيك ثم يلتفت إلى يمينه كأنه لم يرى جنازة أخزد دايس غات عدوشة نقرب
أخمني وأفرد الجنازة عدود خك، كأنه لم يرى نفسا قطعت عن الحياة، قطعت عن الخطى والطعام والشراب، بل قطعت عن أعظم من هذا، عن العمل. هو من يتغيوين فقدمت على الحساب، ثم تنشغل نفوسنا عن هذه الجنازة. الجنازة التي تغض خزة ثاني تزف جدي عذون ثومي والتارد الخبا، إلى أين تذهبون بها؟ من يتغثون؟ وفي أي ظلمة تضعونها؟ وأي أمر ينتظرها؟ أتنتظرها ملائكة الرحمة أم تنتظرها ملائكة العذاب؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. فعذود زدك الجنازة قوذ الثارد الخبا قوذ الثارد جنحش ثانية الجنازة يا إيخ غفر من يتغيوين قايد الناس تغيث قوى إذ ما تغيثت تغيس تغيث قمين تقل نهان إذا جثة هامدة تشتينة من يتغيوين من يتغسل من في تراجع مترجن في الملائكة الرحمة أكسيرينت مترجن في الملائكة العذاب ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن الموضوع يثمى ذي الأسبوع الماضي إذا قوم ديجن القصة انتث أبيات شعرية سمانا نعذون إذا قوم ديجن أبيات شعرية يجن أخ الله يجزيه بخير كم السور نشنت يعنيني وض أن الإنسان يعني يتروخ كلش غان عشرين أنواع البكاء يمطل نيسن عشرين أنواع فأخمني انتسرى إذا قوم دي الآية يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيدان عما وهذا نتعرب وخبة ولكتني أي حاجة تمعنا تنغذي خارقنا نبذندو صح وهذا نتعرب وخبة أنا خزان موسى السلسلة تقند العلماء قال الإنسان ما ريقى عشرين يوم شان حاجته خاص يتعود هذه قيم بليزة نشي تقنا نغد تقنا نغد البرامج تقنا نغد شان السلسلة ديس 3 سنين 4 سنين ماشي الدور ذمود من وهان إذن أتوليد من هذا ثمغة طمغة وأتفهم ريث عرفت ري اللغة لا أتروك اسم سكينة تغسط يوي يموت ويناثن شنذان دون توقيمنا نغ يعني مزيان الإنسان ثقافة الصبر وخا أتغاضغا كتب وجي إسلامية تفقد الصبر ولكن من ديري غاز مفعشان يجن السلسلة نشتس يتغضى مزيان مرشن بريكولان دهن تتقى يعني الإنسان أبعد ما ردي على الوقت الإنسان مسرم إخسويتيري هو باخير من سيام الإنسان مسلم وليس بو البخل هذه رباخي لكيش نحشتوها البخل ذي الوقت الوقت نشوه ضيع ويث ضيع ما حدد حيان ورنا ورانا إخسخس نستشمت إذن مننا ماذا مورا يجمد إخسانو زخ الدوانس الدوانس من يعني يثمع الدوانس نذور الله عز وجل الدوانس نذور كتاب الله عز وجل لأنه رونا جمذن واجميهن غيس فسيد شنو كلام الله أول ربي ذيس شفاء للصدور وفيه دواء للقلوب وذيس جميع الأمراض جميع الأمراض الحسية وغيرها ولكننا نقرأ قراءة اللاهين قوادنا الرخبة الله عز وجل وارن ربين إن ذيس كش قد يقول البعض إننا وان ربي ديس كوشي دوا كوشي ولكن ديس شين يجن هذا شيني فعلا ورينو يجمد رهر شخص سوار ذي جا ولكن القرآن نوم وغاري ديس بود ونس إذن ذا اثنين حواج هدوا ولكن الدوا يشك قال واش يسجح من يجي الخلل ذي اثنين حواج يذير ذي القرآن حاشا نغاق ديك الله عز وجل من دان غيقا ألف لام ميم تحدد البداية ذلك الكتاب لا ريب فيه لا شك فيه لا اختلاف فيه لا تناقض فيه أقدام وهذه الكتابة أي كاتب خميني تاري الكتاب يتششد من غاس غاوني بجاش التحدي ولكن الله عز وجل بدا الزيس ذلك الكتاب لا ريب فيه إذن الأخ الكريم مرى القرآن الدوايا الصباح ذو النينتا وذيس يعني وذيس بو الاختلاف
وذسبور لا ريب فيه من يجى لهرش إذن لهرش أيها الأخ أقدش نحوج أنت تقيث أنت نهتي السبب تجان تريد دكوار مني من تعنت إنه بذور النظر وفضول الكلام وفضول التحدث في عيوب الناس ثلاثا نحوج تجانتور يعني ويتقبل مهم النس ثم يشتغل القلب عن حساسيته وشفافيته ثلاثا نحوج أما بذور النظر فهنه يفقدنا الخشوع أتوريد بنادم من ما يزرعش السادس في التاون ثاني تتكسس السادس في التاون ما رايزرا ثامد هو استقاقو بوس السادس في الطاول مرة من الجذب الرئيس سبحان الله اني غازي هداه واسبح ثاني تا نربدا نشن قوان تعمي مشى ولكن الامراض جان ايها الاخوة ثم غانغفضوا الكلام اتفد من اموات السيد ميخي السوا ما رفقي من الكيس هذا شي السهرش 150 مليار خالية غانغضي الدماغ اشنتي السهرش اشنتي السودس والسند من دي السوا ما رفقي من كيس تعورض والسند شان مرات السوا الكيس شان حشتي قال الصدق الله العظيم نشمني غش شان القرآن ما إذا غش حتى ويت السين ثازثة ويت السين أور ربي سقوا والنودان وشاق الدني وها إذن هاثنين وأما فضول الكلام في عيوب الناس فإذن الفضول الكلام من تق لا يجعلك تستشعر جميل خطاب الله غاك واري خدجت إذن وتميز أور ربي ثم غانغ الفضول الكلام ذي عيوب الناس فإنه يجعل الإنسان مشغولا لاهيا ناسيا عيوب نفسه ثم بعد ذلك يشتغل المخلوق بالخلق من حوله يشتغل بالناس من حوله ويترك نفسه محتاجة في أمس الحاجة إلى الدواء وهو غافل عنها توريد ابن آدم مرة العيوب النيوذان قين غاس مرة يحذى ويقى 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 إلا انت وذجي الأخطاء اثنين رغمان قوان يجغزات الجواناس واني غاز فايد حشق واني غزات الناس ما يمد حشق الناس نرغم غين غزات غاس يشتعبو ستا غاسين هاني ذيني رغمان غاس اثنين ربعا ذي رغمان غاس اثنين ربما واني طويد حشن غاس اثنين ربما ثاقب والله لشكي أمس الحاجة مش ماذا يسقص ربي يوم القيامة خل أخطاء النش أدري في غاك يخفينو أدري غا يخفينو ضاغ النفي ذار غاري رهاد ما غانش وذيبو العيوب وغاربو الأخطاء والله لغا خضي ست مين دا يروح نذيك تتعزي الله عز وجل الذي يصرح الأمة أشي يصرح أذا نغي يصرح دعانك يثمش وخا غاس الأخطاء لأنه هذا حد ينجم زي الأخطاء أيها الإخوة الكرام الطاس نقى إن في ذلك لآيات لأولي الألباب والألباب جمع لب واللب ذور ذي القلب كتاب الله عز وجل كله عظة واعتبار ودواء وعلاج لهذه النفوس فيا ضيعة الأعمار تمشي سبهللا يا ضيعة أيام تضيع علينا أمام المشاهد التي لا ترضي الله وفي سماع أمور لا ترضي الله وفي قضاء أمور هي سبب العقوبة والعذاب ولا حول ولا قوة إلا بالله كوريج جذي راجع كوريج جذي خزار وقت نس من دي تضيع مش حال نحواج دي نخزة وخاص انتي عطي ربي مش حال نحواج ومن تسرى وهنتي تخصبو ربي مش حال نحواج ينتق انه انتي غيرين السبب العقوبة السبب العذاب يوم القيامة ولا حول ولا قوة إلا بالله أيها الإخوة وهذه النرديج نحج إغاي حرك نورنا إلا كتاب الله ما ريو غاس يفغس أي مشان ذي ثم ما ريشن ممشان وغاس تكويت فوشت وازم ماذا يعيش بناد مورد الحيوان لأن مشان نيتمتا فكذلك ور وذي يجي القرآن ور وذي يجي كلام الله وريموث عمر بن الخطاب رضي الله عنه يزجج نهار فبذيقة فإذا نقر في الناقوب يتعوذس إلى أن أغمي عليه هرمني يوضع إذا نقر في الناقوب نشين نقى إذا وقعت الواقعة نقى إذا السماء انشقت نقى إذا السماء انتثرت إذا السماء انفطرت إلى غير ذلك من نقى الآية في العذاب
رمضان شهاي كمر الإمام ذيقة قوادنا الرخبة قوان السن من يقة. إذن الآيات الكونية ذي المشاهد الغيبية التي سنراها نتلوها ونسمعها كثيرا ومع ذلك لا تتحرك القلوب لها ولا تتخيل ولو شيء فشن أيخيلت أنك الكلام موجه إليك ثم خيلت عشت أبزار. أيها الإخوة إذن مرورة ونجم ذن غاس نشان الدواء نعم ذن الدواء هق جنا الرسيتة أتنك بإذن الله تعاون الإنسان ما حندو أوران غذي فسين أوران غذي ذو غانغ من بين المسائل يتعاون ما حندو أوران غذي ينهز ذي عيش سجد ذي استذور الحياة زيارة المرضى روح تزادي وذاني هرشن روح غاس بيتا أتواريد بنادم ما مشتو غا يكمر نهاني ذي خدم غاسي كابليثن إذا نتوصنين إذا نهار غاسي جن ذيني وني ذي خرقن وازم ما إخسديني إما وازم ما تيني ذيني وني خسنا ذيني ما أهن استخشم وازم ما لنا ذا زينون يحرم شك الله عز وجل يوششكو الشيء ولكن خسا تقارن تدبر خزة ما يمين روح غاي مغرا ماشي نروح ما حدا نسيو الخبار صاد مدري ني غاني في الفوتو نهاني ذا فض موضا نصوايم وين نروح شا والله ما تني ذا المهمه القران واهي ذي السنس بربي هنايل ني غاث نغا خويا موثن ني غاث نقضي بورت كنيث الا يخسى هنا غا غاث نفهم ثيم اي ثما. اذا ايها الاخوه ننا مما يعيننا ما حدا نار يعني اورونا غاد عيشن انا غيوذانا يهرشن اثنزا أكيس نحظى أكيس نعيش شوية يخني غاد السند القيمة ذي تعيش تشك ثم أنذكر مكت الرسول صلى الله عليه وسلم اقرن أكثر من ذكر هذه من اللذات ونتا يفارق نجا الأحباب ويفارق نجا ويز الطمغات ذر مكت أثنذكر أثنعيش أنسن يعني من يخسدين يرموت حتى يوذن يتمتن ثم من بين يعني المسائل يغاي السحيان يتغير الحياة بقرة إن أذكر موت الموت. أيها الإخوة الرسول صلى الله عليه وسلم تغرب بلي قرن أكثر من هذه من الموت لأن أواني الدنيا وذي النبوشان الدنيا النغرين أواني الدنيا غانغي جنة يا نار ثم بعد ذلك يقال لأهل الجنة يا أهل الجنة خلود ولا موت ثم ذي راغ عود أصحاب النار يا أهل النار خلود ولا موت عيش أمين الله حغثا عيش ثنت سور يعني حسي ثنت ثم تسعد تنتغار مخ يعني فكا في عيش ثنت إن يعني بعض الناس وخذ سغثيني لما ردقا قوى ديار الرخبة لكن روح حظا شنج جيت متى قيمك شنج جيت متى ممش تغط سند تغد زيرة يكمر تغاسي يعني فصيح تغاسي في السن إذا نهاني ذي سارح شك خزاد ديس يزديني غلا إله إلا الله يتمنغا كسوة سيزمة والله يا إخوة يا مروشي ثبت ربي وخغاك غير الماجستيرة العالم يكمر وخغا ذي تغريد جميع أمهات الكتب يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة مروا جدي ثبت ربي مروا تفند والله يا أخي يا تزد أخ مني الكرة الأرضية كما قطعك خير سنش وزمات فيني ولكن أني مرد تغاش خطاعة تغاش خطاعة الله عز وجل أدفيني روحنا غيشن ننس قيل لبعض السلف بلغت عمرا طويلا وما عرفنا عنك معصية ثم غاض عمص واش نزريه قيد المعصية نغفو ضد شان الخطيئة الناس نخزعت خزعتي الأسلوب الناس هذا بيني وبين ربي نشين غوني إذا نغيش كان روح ماريش كاريش حد نايد خزعت عزدو مش وشوش كاريث ولكني مارين خديش الجن مارين نش غان نشان دعيب ربدي خسن وزوخ الطريقة ما حد الزين قبرني وذن مارين نشين نغزش حشن حشني غوينة صافي الدنيا كا إذن الناس هذا بيني وبين ربي دقا جاري ضربي مروات تقبل معصيات ما رقي خبري ولكن قمر من مثلا سشتينو ثنا يروح تقشان المعصية تقضى تقضى غادي تفخص ربي ها قمني قصح المرات في شربي خل معصية. إذن أيها الإخوة إخصان تكار موت
أنذكر موت لي إنه يتفاجأ يسحب النص والسين شمر من غاك دغايس فما حال الذين يموتون سكارا مش حان يمذن السن موت نسوي ما حال الذين يموتون غافلين يوذن قوى ديار الخبا ما حال الذين يموتون بين أحضان البغايا ما حال الذين يموتون وهم منشغلون بالربا والحرام إن لم يتدارك الله الجميع برحمة منه فيا سوءة الأعمار ويا ضيعة النفوس حين الفزع الأكبر والهول العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله أيها الإخوة ذي النجم نقطة النغني الإنسان ذي يضفع الجنائز أتشهد من شد الثند ما يوفقش الله عز وجل ثروح ذك شن الجنازة سيت فسنش سيفت بوخشني سيت شوحيني قيم تار تخاس ثم تبلعتي بوخشني ما عندو هذا سيتي ثرار عوين ني غوا خاصيتي وشاب جح بالعظم مرة ثم هاريت ثم فخاس فكاد لا بد ورني ما ريز راد دقة ثم يدكا لا بد ذي فكار ذي الدقة نهاني ذا سيت شك سيت باباش سيت يماش وذي النبو من يعزن شنو يماش سيت سيفا سنش تقيت في قحفاني ونيغ ذي قندرني سميه ما مش تخسر تقيت ذيني التاريخ خسو فوسنش في وشاد يسو ماش ماش ذا سقي ذي ماش ماش ذا سقي ذي باباش هذا شتقن ران راني هنا ذا شقن هذا يسميش نيغ ذو ماش نيغ ذا الجانش أسيش سيفتا تجد سنة الحياة تجد سنة الحياة في الدنيا يا لابد إذن أيها الإخوة أدنى عرف ربال أندورث أنفكا شويت رمضان على الأبواب ثورا خانازمنت يعني استغل الوقت أيها الأخ الكريم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يقول البعض أو يظن البعض أو يعتقد البعض أن الكلام عن الموت يقصد به التخويف طاسني وذن تعتقد أنك من السورخ الموت محسن السجدي وذن ولكن أيها الإخوة والله الذي لا إله غيره أمامنا مشاهد عظام تنتظرنا لو انشغلنا بها لهانت علينا شدائد الدنيا ترجمت مشان الشدائد مرن رهاكي سنت والله ما غاكير المشكل في الدنيا يترجش السيادن يترجش السين خل أش جنشفن أش سين خغاوار أش دوين داخك غا أش سين أش سيدفن سؤال ملكين إلى غير ذلك والله لما رترجمت واني مثني هنا الزيست يسعدوا ولكتني نشين ترجمت إذن زي الأمور ثانية القصة يثوق عدد النادى خميني السيري ذي الميت خميني السيري ذي الميت فذي الأمانة أيها الإخوة وإن غيزان الخاثيين وإن غيزان العكس ذي سقى لأن فذي الأمانة ولكن يشتخدم بغسي ورخ حتى نسقس أهل العلم لأنك نوات سمشوة السوار ولكن يتصدجح يطاس الإخوة ويعني حتى نشنشن يوذان تغوات زي الجن يوذان يجن هاي يصبغار يجن الإيمان ضورة إني غاس لبس إني ودي ذي الرندا خو عميس قومي ثلاث قاعدة ذي النادة ذي الرندا تغي تزد جاكيس إجن السيد أنت تغاث مدمن خمر تغي الشرب ثم يتوب خسر بدأ خميني غانت في مجن تغي ودى خميني تغي دور يخسد يخير سلميزيد هذه فور ذا حني تغي استقبلن لأن أنت في أمس الحاجة يدقى خونت المسجد يتزداغري بديس قال إني ونعم ما سواد يوثن فخميني غادي يد خميني غانزا شي مجد جديد وهذا يسوالو تحرق الجمل ما مش الجو ما ينو تو يصل ماضي الناس ويس جب الكرة مر من مدخيل أيوة المال عالتو غد تقد أتو قنشي الصحابة من قنشي واثنقي ولكن خميني تغيس هذا الشيء من ورن صبحا هذا يفوت غير استقبلن إذن وإيتا يتوب يدور دغا المسجد يزوج كيسن شهانا الرنداني كمر يعدو شهانا الرنداني يعني شان ترتشها ثم ينزرخ يدور غا مختتوغا يدور غا الشراب يقرأ الإمام يجنها بوغامو إنه في اختي وضا الشراب يبضيه ما يوضا فعدو سيمانا والله الذي لا إله غيره تقزر اختي الطاوينه
فعذو سيمانة بالغاري الدليل وخصفيزة فعذو سيمانة وسين دغاس غال إيمان إننا خو يثمس وانيتا إننا سودان تحباء السياب رجلو مثلا ما نوني الناس مفران وني تغيس الله أكبر ويتزيد جين يس ما مش غيك ما مش يجيمون سجير غاهن عاش مجيرث تغث كينا يصبح وادي فيق زيفن عاشر من يتسع الصبح سعن الصبح سجن خاص وفين رميه حقه روحنا مع الإيمان ما حندا ديسة في السياب إن يومي وفق غفا الداف ففجأة وفي غفين وحد يدير بيت قاقص ستيو إن يردي الجو قدير قاوز ما السياب غير ميت وحدي وإني السيري دي ميت نغي حدا واز ما السياب وحدي أرحتيو ردي الجو قدير إن يروح غير ميت إني أفع خاص أقسم بالله يثم زيسا زقذ ما ناريري أخ مني في التفضى من يحمث بالتنخس يعني نسر خيموة انت يموت عادي يعني غاد سعى ومي خس الجنت وغاد عاد ما مشي يجا ولكن أسجف أقسم بالله العلي العظيم إلي يسجف النس يقول ذرفاخة واجبو ذي مبالغة واني خسنا ذي زانا غاريد أسجف ذرفاخة ثيت تزر سين طاول سيذن من إرسي زعف ليس والله لا توقع غان غدا إذن يا إخوة أي حاجة دي غستمتع وانس أوانا صحراء أو الفلس إذن أدنى الخربار أيها الإخوة عباد الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم يا من تغارون على هذا الدين القرآن حياتكم القرآن لحمكم القرآن العظيم دماؤكم القرآن العظيم عصبكم القرآن العظيم عرضكم القرآن العظيم دنياكم القرآن العظيم آخرتكم القرآن العظيم سبب عزتكم القرآن العظيم سبب رفعتكم عباد الله القرآن العظيم لو جعلتموه خلفكم كنتم في ذلة ومهزلة لأنه حبل الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وحبل الله دينه عار عليك أن تدع سبب عزتك وتتمسك بأسباب ذلتك عار عليك فهذا لا يدل إلى على كسولة الري ولا يدل إلى على طمس البصيرة عار عليك أن يكون كتاب الله جل وعلا عندك وفي بيتك وبين يديك قد علاه الغبار عار عليك أن لا تقبل على كتاب الله إلا إذا أصابتك مصيبة عار عليك أن لا تعود إلى الله إلا إذا مرضت أو عجزت ينبغي علينا أن نفيق أيها الإخوة أن نكون عاقلين لأننا إذا لم نحرص على صالحنا نحن فلن يحرص على صالحنا أعداؤنا وإذا لم نحيي أعراضنا نحن فإنه لا ينتظر من أعدائنا أن يصونوا أعراضنا وإن لم ندافع على ديننا نحن فإن الله جل وعلا لن ينزل نصرة من السماء إلا إذا استبدلنا وأذهبنا ظاهرا وباطنا وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم إلى متى ضياعكم إلى متى خضوعكم إلى متى رقودكم إلى متى هذا السبات عباد الله والقرآن المجيد يقرع آذان القلوب في الصباح والمساء وما من مجيب والنبي يشكوكم إلى ربه وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا تفقهوا في دينكم تفقهوا في كتاب الله اللهم إنا نعوذ بك من عمل يخزينا ونعوذ بك من صاحب يؤذينا ونعوذ بك من أمل يلهينا ونعوذ بك من فقر ينسينا ونعوذ بك من غنى يطغينا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا أديته ولا همّا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا لنا فيها صلاح ولك فيها رضا إلا قضيتها وأيسرتها يا أرحم الراحمين يا رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين. ملك البلاد اللهم وفقه للخير وأعنه عليه. اللهم احقن دماء إخواننا المستضعفين، اللهم احقن دماء إخواننا المستضعفين في سوريا وفي العراق. اللهم فرج كربهم، اللهم فرج كربهم ويسر أمرهم، ويسر أمرهم وانصرهم يا رحمن يا رحيم. وأقم الصلاة.